أعطيتك مجموعة من الكلمات وتحكيها لزميلتك شهد، ماشي؟ اقرأي لي الكلمات اللي أعطيتك إياها ولوشوشتيها إياها في إذنها. أنت حلوة وخلوقة وبحبك كثير وبتطلبي شهد. شو كان شعورك؟ أنا كنت فرحانة لأن هيك الناس ظنتهم فيا وأنا ما عندي ناس إني ما أحبها. ممتاز. شعورك؟ شعوري بالحب وشعوري بالسعادة. الحب والسعادة. بالفرح. بالفرح. معرفة أصدقائي بشخصيتي. كيف رأي أصدقائي بشخصيتي؟ الشجاعة والنصر والحب. الشجاعة. الفرح والسرور. الفرح والسرور. أشعر بالفرح لأن صديقتي. حلو. شعرت بالفرح والسعادة والحب. حلو. شعرت بالسعادة والفرح. سعادة وفرح. بس شعرت بالافتخار بنفسي، لازم اني اضلني اكمل هيك عشان الناس يضلوا يحبوني. حلو. انا كنت فرحانه كثير لانه هيك نظرت الناس. شعرت اني صديقتي تحبني كثيرا وانا ايضا احبها كثيرا، وشعرت بالفرح والسرور كثيرا. حلو. بس شعرت بالصداقه اللي هي فيا وفيها والحب الكامل. شعرت انها تحبني كثيرا وانها صديقتي المفضله وانني احبها كثيرا وهي صديقتي دائما وهي خلوقه جدا. شعرت انها الحب والفرح والسعاده ولقد فرحت جدا منها.